السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أوتوماكس تول، الوكيل الحصري والمعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم لدينا الإصدار الجديد التحديث من شركة أوتيل الـ 2.0، واللي هو عبارة عن مسح التلقائي اللي بيساعدك على التشخيص بسرعة أكبر وكفاءة عالية. إذا كنت تريد استخدام هذا التحديث ما عليك إلا تحدث الـ 909 زائد الوصلة الـ PCI اللي له، وهذا التحديث مدعوم بال 909 وال 919 والماكسز الترا الترا اي في وال 906 برو وال 906 برو تي اس. ما عليك الا تحدث النظام اذا كان موجود عندك زائد تحديث الفي سي اي لحتى يشتغل معك. اما اذا كان منتهي اشتراكك اتصل فينا لحتى نساعدك ونجدد لك الاشتراك وتقدر تشتغل على هذا التحديث. لاستخدام المسح التلقائي 2.0 ما عليك الا تحدث برنامج النظام زائد الفي سي اي اللي له، خلينا نشوفه ونستعمله. طبعا للبدء اولا بدنا نتاكد انه لدينا اشتراك فعال بالتابلت، وبعدين بدنا نحدد نسخه النظام البرنامج نحدثها الى اخر اصدار، بعد ذلك بنقل الفي سي اي وبنعمل تحديث للفي سي اي الخاص بالجهاز التابلت. نضرب تحديث الآن، نتأكد أنه لدينا اتصال واي فاي بس بدنا نقوم بعملية التحديث. مو لازم نسكر الصفحة عندما نقوم بالبرنامج ونقوم التحديث لأنه تأثر على أداء الـ PCI الخاص للتابلت. بعد هيك ننتقل للـ PCI ونعمل تحديث للـ PCI. ضربنا تحديث الآن، نتأكد انه لدينا اتصال واي فاي. عندما تقوم تحديث البرنامج لا نسكر الصفحة لانه بدها تأثر على اداء الـ PCI للجهاز. حالما تحديث الـ PCI بدنا نكون جاهزين لفحص السيارة. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم. لما بتستخدمون نسخة المسح التلقائي، إذا واجهتك أي صعوبة بتحديث المسح أو بتحديث نسخة المسح، ما عليك إلا تتواصل معنا عبر الواتساب بالرقم الموجود بأسفل الفيديو. شكرا لكم، موجودين لنساعدكم.